شهر ذي القعدة. الأعمال الإسلامية العبادية. الليلة 25، ليلة دحو الأرض، انبساط الأرض تحت الكعبة، ليلة شريفة تنزل فيها رحمة الله، ولمن يقوم فيها بالعبادة ثواب عظيم، ويستحب فيها الصيام. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنها ليلة ولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام، وولد فيها إبراهيم عليه السلام.